اهلا بكم مشاهدنا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي مرابطون فوت. حلقه الليله طبعا نسلط الضوء فيها على دوري درجه اولى المباريات الماضيه. هنالك تقرير خاص بالفرق الثلاثه الاولى في الترتيب، تفرق زينه الاقصر وسني كانسادو. هنالك تقرير ايضا يسلط الضوء على اليوم الوطني للرياضه الاخير في ظل طبعا الفقر التام للمنشآت الرياضيه خاصه في مدن الداخل وفي العاصمه نواكشوط. هنالك تقرير اخر خاص عن مباراه المنتخب الوطني القادمه ضد سيراليون، تاريخ يعيد نفسه من جديد، بالإضافة إلى ضيف هذه الحلقة في الجزء الثاني من هذه الحلقة وبعض من أهداف الدوري الوطني الممتاز. كل ذلك في حلقة ليلة من برنامج مرابطون فوت، لكن بعد الفاصل. مباراة الإقصر والجيش الوطني مباراة قوية للغاية، انتهت بفوز العميد الإقصر بنتيجة ثقيلة على الجيش الوطني بثلاثية نظيفة. كان الإقصر يتابع سلسلة انتصاراته في دوري درجة أولى، يضيق الخناق على المتصدر نادي تفرق زينة إلى ثلاث نقاط لا أكثر ولا أقل، وبذلك الإقصر يدخل وبقوة على الصراع على لقب دوري بطولة هذا العام. أبو بكر جوك مدرب نادي الإقصر عقب انتهاء هذا اللقاء ماذا قال؟ المباراة لم تكن سهلة في البداية، في الشوط الثاني طبق اللاعبون التوجيهات التي أعطيت لهم من طرف المدرب، وهو ما حقق الفوز للنادي بنتيجة جيدة انطلاقا من نتائج مباراة يوم أمس أيضا لنادي تفرق زينة. تحتم علينا الفوز في هذه المباراة اليوم من أجل البقاء على مقربة من المتصدر. المباراة الثانية جمعت ما بين الكونكورد ونادي العصابة، وانتهت بفوز الكونكورد بثلاثية نظيفة عقب الخسارات الثلاثة المتتالية في دوري هذه السنة، مما أبعدت الكونكورد عن بطولة هذه السنة وبفارق ثمانية نقاط، لكن هذا الفوز أعاد الكونكورد لسكة الانتصارات من جديد. سيد أحمد ولي القاسم ماذا قال عقب انتهاء هذا اللقاء وهذه النقاط الثلاث عقب الخسارات المتتالية في الجولات الماضية من الدوري؟ لنشاهد. الفوز ان شاء الله هو الدور يعطي شحن كبير مهم للاعبين، بين على الفريق المصدر البطوله كان عنده 10 نقاط بين معاه، والحمد لله اليوم فوزنا اليوم لا ينتقص النقاط ندور نحاول ان شاء الله نردوا الفريق على نفس النسق اللي كان عليه بعد المباريات اللي لعبنا السابق او الهزائم المتتاليه اللي جبرنا. هل الكونكورد ما زال يعني حسابيا موجود للمراهنة على التتويج ببطولة دوري هذا العام؟ هل ما زال على موجود حاليا في دوري درجة أولى ضمن الفرق الصفوة التي بالإمكان أن تتوج ببطولة الدوري؟ ماذا قال سيد أحمد القاسم؟ حين سألناه حسابيا وعلى الورق هل الكونكورد ما زال فعلا موجود؟ لنشاهد. نزلنا في الحسابات رغم اننا مباراتنا الثانيه الجايه ان شاء الله في البطوله ما هي تعود صعيب، ما هي تعود هينه به لنلعبوا ضد فريق زمزم، الفريق يحاول هو زاد مولي كانوا يعود عنده مكانه في البطوله، معناه انه ما يعود مباراه سهله، محترمينهم دور نحاول ان شاء الله نحاول نلعب معهم مباراه على المستوى ونحاول نفوز ان شاء الله. العصابة التي هزمت بثلاثية نظيفة من نادي الكونكورد لم تكن راضية عن التحكيم ووصفت الحكم بأنه منحاز لنادي الكونكورد، لنشاهد ذلك. يا الخسارة اليوم جينا في وقت حرج ولعبنا مباراة جيدة، يا غير التحكيم اليوم حقيقة كان سيء، الأربيت عندنا ياسر مش ما وصلها في التحكيم، منحاز لليكيب اللي له بيلي ما لك لا يتمس واحد شوي كونتاك كرتو هم ونحن ما راه كرتو رأي في الإصابات، واحد يترد حليل واحد ما راه كرتو، ما هو يلا. بينا حنا في الشامبيون الناس كامله تقاد فيه. وهذا اربيت ما هي مرته الاولى، دائما اربيت شنو كوتاكو كور عند النهايه. وهذه ضربه جزاء التاليه ما هي صالحه. بيلي الجوير ما استفكر وقالوا ما سوى القار بتوش لازم تشنها لها. تو هذا التحكيم سيء ندور حقيقه انا ارى هذا الشيء. نحن انجي كامل ويلا ود مساوين فيه. ما يلا نجي نحاز اربيت اللي فريق نبقى نحن الضحيه. وشكرا راني شاكركم وشاكر الجماهير كامل ساعدتنا في هذا الماتش. تمنياتنا للعصابة وكيف في قادم جولات الدوري الوطني الممتاز بأن تعلو بكعبها مثل كيف في نسخة الدوري في السنة قبل الماضية. الإقصر تفرق زينة، الإقصر تفرق زينة سنيب كانسادو، وهذا الثلاثي الآن ربما تقول بأنه هو المرشح للظفر ببطولة دوري هذا العام. الكونكورد حسابيا وعلى الورق ما زال موجود لكنه يحتاج لمعجزة حقيقية لكي يتوج ببطولة دوري هذا العام صحبة أفسن وذيبو الذي
شخصيا ربما أرى بأنه يلعب على عودة الاعتبار والمكانة لا على اللعب على التتويج ببطولة دوري هذا العام. التقرير التالي يسلط الضوء على الكونكورد والإقصر وسنيم كانسادو وتفرق زينة وأفسن وديبو، من يشاهد ذلك؟ ثلاثة أندية موريتانية تتصارع على لقب دوري هذا العام. تفرق زينة في صدارة الدوري وبفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه نادي سنيم كانسادو، ويأتي العميد الإقصر في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط. تفرغ زينة أكد رئيسها في كم مرة أنه لن يهدأ له بال حتى يتوج هذا العام بثنائية الكأس والدوري، ولا مجال للإخفاق في أي حال من الأحوال، ولو أن ناديه وقع في فخ التعادل أمام تجيكجا، ليقلص سنيم كانسادو بذلك الفارق إلى نقطتين بفوز ثمين على زمزم في آخر دقيقة من عمر اللقاء، لتشتد المنافسة من جديد على لقب بطولة هذا العام. نادي سنيم كانسادو منذ الجولة الأولى من الدوري الموريتاني لهذا العام ظهر بأداء ثابت مع المدرب بيراماغاي الهادئ مقارنة بالمدربين الآخرين في الدوري الموريتاني، وأكد النادي في كم مرة أن هدفه المنشود هو التتويج بالبطولة التي غابت عن خزائنه عديد الأعوام. أما العميد الإقصر الذي لم يهزم إلا في مبارتين من أصل 19 مباراة فقد كان السباق في التصريح بأن بطولة هذا العام ستكون من نصيبه، ويعتبر الإقصر حالياً هو أقوى هجوم في الدوري حيث سجلت ماكينته الهجومية 47 هدفاً، ويعول على مباراة العودة ضد المتصدر تفرغ زينة من أجل تقليص النقاط الثلاث. أما الكونكورد صاحب المركز الرابع وبفارق ثمانية نقاط عن المتصدر فحظوظه ضعيفة في تتويج، ولو أنه حسابياً وعلى الورق ما زال حظه قائماً لكنه يحتاج لشبه معجزة حقيقية. وأخيراً المركز الخامس حيث يحتله أفسن وليبو بطل النسختين الماضيتين من الدوري وبفارق 12 نقطة عن المتصدر، وربما يلعب نادي المدينة الاقتصادية باقي جولات الدوري على إعادة الهيبة والمكانة للتتويج بالألقاب، فمن هو بطل دوري هذا العام؟ من الدوري الموريتاني مباشرة إلى المنتخبات الوطنية، ونبدأ بالمنتخب الوطني للشباب والمنتخب الأولمبياد. أكدت بعض المصادر طبعا الأكيدة بأن منتخب ليبيا انسحب بشكل يعني رسمي من بطولة الأولمبياد القادمة، وبذلك المنتخب الوطني المرابطون للشباب يتأهل مباشرة للدور القادم. بالإمكان مواجهة المنتخبات التالية هي مالي وغينيا بيساو. نتمنى للمنتخب الوطني للشباب يعني تحت 20 سنة أن يكون حاضرا في هذه البطولة التي ستقام في ريو دي جانيرو. تمنياتها للمنتخب الوطني للشباب، يمتلك العديد من المواهب والعديد من اللاعبين الشباب. هذا الحسن العيد أمامنا في الصورة، أيضا هنالك لاعبين آخرين، هنالك علي عبيد، هنالك أسماء رنانة في هذه التشكيلة التي ما زالت أعمارها تسمح بأن تشارك في الأولمبياد القادمة للمنتخب الوطني للشباب. إذا نتحول من المنتخب الوطني للشباب إلى المنتخب الوطني المرابطون، والقرعة التي وضعته في مواجهة منتخب السيراليون. التاريخ يعيد نفسه من جديد، السيراليون نحن يعني من منا لا ننسى إطلاق النهائي كابرال، بطولة كابرال 95 والتي فازت بها السيراليون أنذاك بضربات الترجيح بأربعة مقابل ثلاثة. هل هذا الجيل اليوم للمنتخب الوطني المرابطون يأخذ ثأر الجيل الذهبي للمنتخب الوطني المرابطون أنذاك إبراهيم مالحة والأسماء الرنانة في تلك البطولة الودية التي كانت من نصيب السيراليون هنا في الملعب الأولمبي؟ التاريخ يعيد نفسه، والقرعة بطولة الأمم الإفريقية للمحليين تضع المنتخب الوطني المرابطون للمحليين في مواجهة منتخب السيراليون من جديد. وإن فاز المنتخب الوطني أو تخطى هذه المحطة الأولى عليه أن ينتظر الفائز من مباراة مالي وغامبيا. طبعا هذه كل ذلك في التقرير التالي عددناه عن المنتخب الوطني المرابطون واللقاءات القادمة. المنتخب الوطني للمحليين تضعه قرعة تصفيات بطولة شان في مواجهة منتخب سيراليون،
ليعيد التاريخ نفسه من جديد بعد خيبة أمل نهائي بطولة أميكال كابرال في الملعب الأولمبي، والتي مالت الكفة بها لمنتخب سيراليون بعد أن انتهت ضربات الترجيح لصالحه بأربعة مقابل ثلاثة. ولينتظر المنتخب الوطني بعد ذلك 20 سنة كاملة بعد أن ودع جيلا ذهبيا لم يتكرر مثله إلى يومنا هذا. ولو أن الجيل الجديد سيحاول جاهدا رد الاعتبار وأخذ الثأر لجيل قديم أمتع الجميع وحجز لموريتانيا مكانة بين فرق القارة السمراء من خلال التصنيف الذي ما زالت العودة إلى مكان المنتخب فيه عصية على جيل اليوم، ولو أنه على بعد مرمى حجر من تلك المكانة المتقدمة. منتخب سيراليون بدوره غاب عن المحافل الدولية بعد ذلك، ويحاول اليوم جاهدا العودة من باب سبق له الدخول منه ولو من بوابة بطولة ودية. على المنتخب الوطني المرابطون الانتظار لمدة 2 شهر والتحضير لهذا اللقاء، حيث ستكون مباراة الذهاب يوم 21 يونيو القادم في سيراليون، ومباراة العودة بعد ذلك بأسبوعين في العاصمة نواكشوط. وفي حال تأهل المنتخب الوطني عليه أن ينتظر الفائز من لقاء مالي وغينيا بيساو لتكون تلك آخر مرحلة عبور له إلى بطولة الشان. فهل يعيد المنتخب الوطني سيناريو مباراة السنغال في ليلة من ليالي الشهر الكريم ما زالت محفورة في ذاكرة كل مواطن موريتاني متعطش للفوز والظهور في المحافل الدولية التي غاب عنها منتخبه ردحا طويلا من الزمن. نتمنى المنتخب الوطني المحلي أن يعلو بكعبه ويعيد إلينا لسيناريو المحليين الماضي ومباراة السنغال أنذاك في شهر رمضان الكريم. لا ننسى تلك المباراة إطلاقا حين فاز المنتخب الوطني وعلى بكعبه على منتخب السنغال هنا في الملعب الأولمبي بهدفين دون رد، الهدف الأول من إمضاء مولاي أحمد الملقب بسام، والهدف الثاني من إمضاء تقي الله الدنا. منتخب السيراليون ليس بالمنتخب السهل، لكن مهما يكون محلي موريتانيا هنالك لاعبين يعني بالإمكان أن نراهن عليهم في هذه المباراة. لدينا لاعبين محليين يشوطون في دوري درجة أولى، أسماء ذات مكانة ذات ثقل في دوري درجة أولى بالإمكان أن نراهن عليها في هذه المباراة، وبالإمكان أيضا أن تعبر موريتانيا للمرة الثانية لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين. إلى اليوم الوطني للرياضة وتخليد اليوم الوطني للرياضة هنا في الملعب الأولمبي في العاصمة نواكشوط، لكن يعني من المفارقة بأنه في مثل هذا اليوم الذي تم فيه تنظيم تخليد هذا اليوم ذهب العديد من فرق دوري درجة أولى إلى بعض من ولايات مدن الداخل في معني ملاعب حال يرثى له، لا منشآت رياضية تفتقر لأبسط شيء له علاقة بكرة القدم. أفسن وذيب بطل النسختين الماضيتين غدر إلى سيليبابي، سيليبابي ملعبه هو أسوأ الملاعب لموريتانيا صحبة ملعب زويرات وملعب روسو وملعب كيهيدي وملعب كيفا، يعني عديد الولايات التي لا توجد فيها منشآت رياضية، ومع ذلك تخليد اليوم الوطني للرياضة. لنشاهد رئيس الجمهورية الآن يستعد لانطلاقة الماراثون. تخليد اليوم الوطني للرياضة من طرف الحكومة في الأيام الماضية وحرصها على جعله يوما ليس كغيره من الأيام وزرع الثقافة الرياضية في كل شرائح المجتمع، كل ذلك جعل من هذا اليوم يوما رياضيا وبامتياز. فيه حضر رئيس الجمهورية وخلفه كل الحقائب الوزارية، وحضر منتخب الناشئين لأول مرة وكان له نصيبه من المصافحة والدعم المعنوي. في هذا اليوم الذي تتحد فيه الحكومة والأسرة الرياضية، لكن هذا اليوم لم يخل من بعض المفارقات، ففي الوقت الذي تخلد الحكومة والشعب هذا اليوم يحمل بطل الدوري أمتعته متوجها إلى أحد أسوأ الملاعب الموريتانية ملعب سيليبابي، كذلك يتوجه أيضا نادي زمزم إلى ملعب آخر لا يقل شأنا عن سابقه، ويذهب نادي الشرطة إلى المنطقة الجنوبية وبالتحديد يحط الرحال في ملعب روسو، فتبقى الصورة دائما لا تخدم في أي حال من الأحوال مرور هذا اليوم بسلام. وللتذكير فإن الحكومة صادقت مطلع الشمس عام 2005 على بناء ملاعب في مدن الداخل وأخرى في العاصمة نواكشوط، على رأسها ملعب متكامل خلفا لشيخ الملاعب الموريتانية، وإلى يومنا هذا لا جديد يلوح في الأفق سوى أن الحكومة ما زالت تواصل دعم الشباب وحثهم على الرياضة وتخليد اليوم الوطني، وفي الواقع تصارع بقية فرق الدوري الموريتاني على ملاعب في العراء لا نجيلة خضراء، لا مقاعد استراحة، لا مدرجات، ولا حتى شباك مرمى.
يعني حال يرثى له في مدن الداخل وتخليد اليوم الوطني للرياضة، مع أن الحكومة مطلع عام 2015 يعني بمرسوم صادر عنها بأنها ستقوم ببناء العديد من المنشآت الرياضية في مدن الداخل وملعب في العاصمة نواكشوط، خلفا لشيخ الملاعب الموريتانية الذي مضى يعني على إنشائه قرابة 30 سنة إلى يومنا هذا، وهو الملعب الأولمبي. لا توجد منشآت رياضية في العاصمة نواكشوط بمفهوم المنشأة الرياضية. لدينا ملعب الكسر يعاني، لدينا ملعب ملح يعاني، لدينا يعني من الملاعب الموجودة في العاصمة نواكشوط فقط ملعب شيخة بيضية والملعب الأولمبي ونجيلة الأكاديمية. أقول نجيلة الأكاديمية نظرا إلى أنه ليس بالملعب، بينما بقية فرق مدن الداخل تذهب مباشرة إلى كما شاهدتم في الصورة منذ لحظات إلى ملعب روسو، سيلي بابي، زويرات، كيفا، كل الملاعب بهذا الشكل بهذه الهيئة. لا توجد مقاعد، لا توجد مدرجات، لا توجد نجيلة، لا يوجد أي شيء له علاقة بكرة القدم، ومع ذلك تلعب فيه مباريات دوري درجة أولى. والمفارقة في الأمر بأن كل ذلك يحدث يعني في نفس اليوم الذي خلدت فيه الحكومة اليوم الوطني للرياضة، دعما للشباب، دعما للرياضة، دعما للفرق، دعما لكل شيء، ومع ذلك لا توجد بنى تحتية بمفهوم البنى التحتية، لا توجد منشآت رياضية. طبعا الصور ترد في هذه اللحظات، هذا ملعب زويرات، هذا ملعب زويرات حاليا يعني غني، يعني واضح في الصورة يعني بأنه يعني نفس الصورة التي هي موجودة في ملعب روسو والملاعب الأخرى. هذه تفرق زينة، وهذا الكدية يعني نادي سنيم الذي ممول من السنين هكذا يلعب بهذه الطريقة في هذا المكان في هذا الملعب بهذا الشكل، يعني يواصل فرق دوري درجة أولى جولات دوري هذه السنة والسنوات الماضية في مثل هذه الملاعب، ومع ذلك الحكومة تقوم بتنظيم يوم وطني خاص بالرياضة. هذا أيضا تدخل واضح من تقي الله الدلنا غني والآخر عن التعريف، ومع ذلك يحتج. إذن لاحظوا معي هذه مدرجات، لاحظوا الكيفية التي يتفرج بها يعني الحضور، يعني الصورة واضحة تحكي، الصورة تحكي واضحة، لا داعي لي تحدث عن مثل هذه الصور، لكن فقط تنبيه للحكومة، تنبيه للمسؤولين، تنبيه للوزارة بأنه حان الوقت لبناء منشآت رياضية حقيقية. حان الوقت يعني نظرا إلى أن جل فرق دوري درجة أولى درجة ثانية إلى يومنا هذا يغردون خارج السرب ما دامت لا توجد منشآت رياضية بمفهوم منشآت رياضية. على سبيل ذلك في مدن الجوار لدينا السنغال هنالك منشآت رياضية يعني عالية، منشآت رياضية راقية بمفهوم المنشآت الرياضية الحقيقية، كذلك في المغرب، كذلك في الجزائر، كذلك في تونس، حتى في ليبيا المنهارة اقتصاديا، ليبيا يعني المشتتة، موريتانيا لا توجد منشأة رياضية بمفهوم منشأة رياضية حقيقية، ومع ذلك نخلد اليوم الوطني للرياضة. كان الله في عونكم. سأتحول إلى الضيف، لكن قبل الضيف نترككم مع بعض من أهداف دوري درجة أولى.
إذا عدنا إليكم مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من برنامج مرابطون فوت. نستضيف في هذا الجزء نائب رئيس نادي الإكسار ميي. أهلا بك، حللت ضيفا علينا عزيزا في برنامج مرابطون فوت. في البداية، لدينا نادي الإكسار، لدينا نادي السنيب كانسادو، لدينا نادي تفرغ زينة. هذا الثلاثي الآن بالإمكان نقول بأنه هو يعني المحصور بالإمكان يتوج ببطولة دوري هذا العام. أين العميد الأكثر من هذه المعطيات؟ أكثر على كل حال، فريق الصدارة هو الثالث بعد فريق أي سنيم تفرغ زينة. سنيم بفارق نقطتين عن سنيم وثلاث نقاط عن تفرغ زينة. والجولة القادمة للبطولة نقول فريق تفرغ زينة، ولقاء مصيري بالنسبه وبالنسبه لهم اللي حدد تقريبا قد يحدد الفائز بالبطوله. ونحن حظوظنا بالفوز بالبطوله الوطنيه كبيره، ومبارجي عندنا فوز بالبطوله في قد قتله قد قتلي قد قتالي بعد وقط مولي قلت لي انك ريتور مع تفرق زينه حاسم نتيجته انك الدور تقلب تفرق زينه. اذا قلتوا من ترى كلامك مزيد قايل حتى مزيد قايل بعد اليوم مباراه الاسبوع القادم للبطوله الوطنيه بين الاكثر. نحن جايين هدفنا الفوز، ويلا نفوز ولا نفوز. وعندنا باش جاي ضد تفرق زين عن تفرق زين، وعندنا امكانيه. تفرق زين هو المتصدر في الدوري، متصدر مؤقتا في البطوله بيكم معاه ثلاث نقاط. اذا مباراه واحده، هي مباراه مصيريه بالنسبه لهم بالنسبه لهم، ونحن عندنا الامكانيه باش نفوزوا عليها. وكم سنيتكم عليكم ولا تفوزوا؟ انا اقول لحال كره قدم كم شيء دقار بعد عندنا امكانيه باش نفوزوا، يلا نفوز. عندنا احسن هجوم واحسن دفاع واحسن حارس مرمى في البطوله. لا عندكم احسن هجوم غير احسن دفاع غير دفاعكم. لا لا عندنا احسن دفاع، والدفاع نحسب اقل دفاع دخلوا لي هدف. ونحن اليوم دفاعنا واقل دفاع انكسر هدف في البطوله الوطنيه. يعني عندنا احسن دفاع احسن هجوم واحسن حارس مرمى، وعندنا هداف الدوري بلا منازع، وعندنا لاعبين كبار يقدروا يحسبوا عليهم. طيب نقدر نعدهم لك واحد واحد. انا طين نعدهم كاملين ما هي مشكله. انا قد نعدهم بلا يقير هذا. انت لا تستهين بالخصم. انا نستهين بالخصم، لكن احنا نشتغل على اساس ان نفوزوا في اللقاء مصيري بالنسبه لنا. عندنا امكانيات وعندنا كوكب من اللاعبين نقدوا يفوزوا على فريق البطوله الوطنيه. خسرنا اللقاء لا خسرناه بالصدفه ما فهمت. ثم خسارتكم اللقاء القادم مع تفرق زينه يعني خسارتكم للبطوله. بيلعب الفارق عاد على كل حال. قد ما نقدروا نتكلموا على ذاك لا يخرق. على كل حال مباراه مصيريه، ونحن عندنا امكانيات باش نفوزوا، ونحاول نفوزوا بهم ان شاء الله ندور نفوزوا بهم. عندنا امكانيات منين تخرص لاعبين مقارنه باي نادي من نوادي البطوله الدرجه الاولى، منين تعدم عند حارس المرمى حتى المهاجم يجبر. عندنا لاعبين صافوا بالنسبه للنادي الاخرى. عندنا احسن لكن انت تفرغ زين به اللاعبين الكبار. حتى نحن عندنا لاعبين الكبار تفرغ زين نحسب لهم حساب. عندهم لاعبين كبار مثل محمد بن بالي الشريف التقي، عندهم يعقوب صنبه. وقال نحن مولي عندنا لاعبين كبار، عندنا حارس مرمى وجود على المستوى الوطني، عندنا لاعبي وسط مقتدرين كيف بالاي كيف ابلاين دمبه كيف سعدون، عندنا هجوم هجوم بيجيلي عزيز صاو بيبي، عندنا جوكير ما عند حد منهم، عندنا ورزق لاعب اللي قد يحسن مباراه في لحظه، وعندنا هداف من مثلا بيجيلي لا يحسب قد ما يحسن مباراه في لحظه. ميي انا وعندنا دفاع قوي. انا اعتقد على المباراه القادمه اعلن لك صار لا يخسر. وانا اعتقد والله جازم عن اللي يفوز بالبطوله. انا اللي يفوز رن عليه ايوه ان شاء الله. اذا نتحول من العميد الاكثر من الدوري درجه اولى. معنا راجع اللي هو حديث سيق ولا ما قد قاعد ناخذه. الحين نتكلم على المنتخب الوطني ومباراه القادمه ضد سيراليون. تعيد لك الاذهان. انا اقول حال سيراليون كيف التقبير في تقريرك اخر مره قد جبرنا معها 95 كان عندنا فريق قوي وشين نهائي كبره وخسرناه بضربات ترشيح. يقار على كل حال سيراليون نحن كل حال قايبه عنا حسب المعلومات اللي عندي عنهم. دورهم ما كان متواصل به مشكلتي بولا وعن مستواهم اللاعبين. نحن عندنا منتخب قوي وعندنا اتحاديه دايره امكانيات كبيره تقول منتخب وطني محلي. عندنا لاعبين كبار عندهم لاعبين كبار على المستوى المحلي يقدروا يحسموا اي مباراه، خاصه مباراه سيراليون. اخشى مباراه سيراليون ورانا عندنا امكانيات ونقدروا نشتغلوا. عندنا مدرب كبير وطاقم فني كبير. طيب ما هي لا يتساعدني ذي النقطة شوي. نحن عندنا منتخب محليا لا يتم لا يقبل. إيش تقترح؟ أنا أقول حال لا يمكن أن نقترح للمدرب أو على الاتحاد. لا تقترح أنت شخصيا. على كل حال تقترح الأفضل موجود. الأفضل موجود عن حد عند مدرب يتابع مباراة الدوري ويقبل تشكيلة من اللاعبين المحليين اللي يدور إجبار مشاكل في قبيلتهم به اللي على جميع المراكز اللاعبين. تاني نتخرص في وسط الملعب.
قد تجد صعوبة في اختيار لاعب. نحن اختيار لاعب عندنا كإذا ما اخترت بين السعدون، بين محمد مبالي الشريف، بين تصدقي ولا الدن، بين يعقوب كابوري، بين كابرال، بين قد تجد صعوبة المناطق الأخرى. لاعب كونكورد قائد المنتخب الوطني السابق اللي باقى لاعبين كبار عنده لاعب باقى يوقع مساعد حتى مختار سالم حتى مختار سالم لاعب جيد. هناك لاعبين في جميع الانديه، هناك لاعبين في فسين وهذه بولا باسيل، هناك لاعبين في السنين، هناك في تشيلش، وجميع الانديه فيها لاعبين. في الهجوم تجد صعوبه في اختيار مهاجمين اذا ما كان لديك لاعبين مثال صامبا، مثال بويغيلي، مثال بيبي، مثال عزيز صاو، مثال مهاجم نادي الاسماء من المهاجمين الكونكورد مختار ونص والمهاجمين نواديب على كل حال مهاجمين وكثرتهم من الاجانب. مهاجم سنيم لاعب قائد المنتخب قائد النادي سنيم لاعب جيد. على كل حال عندك لاعب تيجيك اللي قبل المنتخب الوطني اخيرا شقران يحسب له حسابه زاد. المدرب قد يجد صعوبه في اختيار لاعبين مجد. اذا خاص الاتحاديه والمدرب الوطني عدلوا برنامج، وانا اعتقد والله قاعد جاهز مع انهم دور عدلوا برنامج صالح لتدريب تحضير المنتخب الوطني وخذ مباراه تجريبيه، وقطعا عندنا لاعبين. طيب حتى سمعت عن المباراه قد ذهاب ما تقام سور ليبريا نظرا لوجود الانفولا احتمال تقام في دوله اخرى. هذا حسب قد يكون هذا صدفه صالح نبيل قد يلعبون خارج وطنهم، نحن سنلعب على ملعبنا. وقد على كل حال مباراه المنتخب الموريتاني عنده امكانيه الفوز على المنتخب سيراليون. طيب على ما اعتقد اذا ما حضر تحضير جيد، واعتقد ان كعاده الاتحادي من جهه النيفين واعتقد على المنتخبات يحضروا تحضير جيد. تحضير جيد، تحضير جيد. طيب نتحول المنتخب الوطني للمرابطون المحليين الى المنتخب الشباب الاولمبيات نظرا الى ان ليبيا انسحبت بشكل رسمي. حسب اخر معلومات عن ليبيا انسحبت ومنتخب المنتخب الاولمبي اللي حسب علمي نحن تاهلنا لذلك المرحله القادمه. منتخب مالي منتخب قوي، خاصه عن مالي فازت اخيرا بالكاس الافريقي للانديه للشباب المقابل السنغال قوي. منتخب ما يحسب له حساب، لكن على كل حال كره القدم ما فيها قوي ولا فيها ضعيف، عند حد يحضر ويستعد ومباراه 90 دقيقه ويحسب فيفوز. قد تكون الفريق اقوى منك وتفوز عليه، وقد تكون ضعف منه واقوى منه وتفوز عليه. المباراة كره القدم ما تحسب مسابقه، لكن احنا عندنا حظوظنا. وما تذاك الزمن اللي موريتانيا لما تتير مع دوله تحسب نفسها عن تهرب. موريتانيا ما تدري، موريتانيا عاد منتخبها وعندها امكانياتها وعندها لاعبينها وعندها تحضيرها وعندها كل شيء. على كل حال اصبح جاهز المنتخبات لحصد النتائج، ولا خارج دوله عندها سر اقوى من دوله، كل شيء شغله من ذا برجل وعنده كل حد اللي يستعد وش تقال يجبر نتيجه هكذا. اذا نقطة أخرى في ظل يعني مشاركة كل المنتخبات الوطنية ناشئين أكابر محليين شباب، مشاركة يعني فعالة الآونة الحالية وفي الظرفيات أيضا الماضية في ظل الاتحاد الجديد، هذا أمر يذكر ويشكر لهذا الاتحاد. نقطة أخرى معروف بأن مأمورية اتحاد رئيس الاتحادية الحالية انتهت قرابة شهرين فيما أعتقد، بداية شهر ست تنتهي هذه المأمورية. حتى اللحظة لا يوجد ملف ترشح أي رئيس يعني مع هذا الرجل في المأمورية القادمة. على كل حال حتى أنه بدأ يتحدث في المؤتمر الصحفي الأخير أمام الصحافة الدولية والوطنية يقول لك مشروعنا في المأمورية القادمة، كأنه يعني له الحق في ذلك. هو مرشح أعلن ترشحه أمام الجميع، ولو الحق فيه أن يدافع عن يقول مأمورة نبي اللي ويرقى مترشح يحسب نفسه أنه لا ينجح. وعلى كل حال حتى لم يظهر مرشح منافس له، ولأني شايف له مرشح منافس حتى الآن في الساحة الرياضية. تقريبا هناك إجماع، شبه إجماع وإجماع تام على أن تكون هناك لائحة واحدة يقودها الرئيس الحالي للمنتخب الوطني. على كل حال لا المكتب الحالي عنده نتائج جيده، عنده على كل حال نتائج، حقق نتائج كبيره، حقق قفزه نوعيه في مجال كره القدم الموريتاني. جاء 2001 كانت الاتحاديه لها حال من يرضى له، المنتخبات الوطنيه غير موجوده، الدوري الوطني من 6 انديه يلعبون 6 قد طلعنا حتى في 6 مره ولعبنا في 9، وكنا نلعبوا مره نلعبوا يوم السبت ونلعبوا يوم الثلاثاء ونلعبوا يوم الاربعاء، واختفت بعض الانديه وكانت هناك مشاكل. المنتخب الوطني اللي انا الاتحادي اللي انا حد زار الاتحاديه المقر الاتحادي يرى ان هنا انا طرف المنتخبات الموريتانيه تشارك في جميع المناسبات الدوليه. المنتخب اللاعبين الموريتانيين خرجوا خرجوا محترفين خارجين من الدوري الوطني، يدون اداء جيد، كارتا بسام، اسماعيل داكيتي، اليوم علي الشيخ والفلاني، لاعبين جيدين خرجوا من الدوري الموريتاني. اليوم يبقى فرق بين الاتحاديه والنوادي، اليوم النقطه الضعيفه في التاريخ في الاتحاديه هي الانديه. الانديه اليوم ما هي قاعده تسير الاتحاديه في برنامجها،
بالاتحادية قضت مرحلة كبيرة، وحسب رئيس الاتحاد وحسب المكتب القائم الاتحادي عنهم مشروعهم القادم سيكون تقوية الانديور بعد التمويلات الاندية والقفز بالانديور يكتواكب الاتحادية. يكتواكب الاتحادية. ترى عندنا في مساحة كبيرة بين الاتحاد الموريتاني كرة القدم والاندية. طبعا هناك فرق كبير. بالاتحادية جبرت إمكانيات كبيرة وقفزت من درجة كانت فيها من جيل الاتحادية اللي ضارك في منتهي ماموريتا كنا تقريبا نحن الاتحادية بليدة ضارك الاتحادية قفزت بالنسبة للأندية وعن رغم المساعدات اللي تقدم بعض الشيء للأندية لكن مازال في فرق شاسع وقطعا إنما تواكب الاتحادية تعود برامج جديدة عنها تقوي الأندية تعود العدد كامل عقب يولي به اللي الاتحادية وحدة ما تعود الاتحادية تعدل المنتخبات الوطنية وتعدل يسموه بقول الاندية من خارجين هي قيادة الاندية هي الاتحادية هي مش قائمة علاش قائمة على الاندية تقول الاندية من خارج معنية ما تقدر صحيح صحيح إذا نعود ل يعني ملف الترشحات سأقترح عليك بعض الأسماء من كان هاد قد ترشح مع رئيس الاتحادية وأعتقد أعلن عندك الإجابة كان هاد لا حنسمع شو كان عنده رمادي الشيخ قرابي الشيخ القرابي له الحق في الترشح لا ما تقولي له الحق في الترشح كانوا مترشح ولا ما مترشح انا لانه ثم اهل مكه ادرابي شعبها لانه جيبه باسم الشيخ لكن حتى الان الى هذه اللحظه كذا كان الشيخ ما مترشح اذا معناه ان استنبهم انه لا يترشح الى هذه اللحظه ما مترشح للاتحادي ويدعموا الى درجه كبيره المكتب الحالي للاتحادي ورئيس حاسس انه بحد يترشح نعم الله لا ليش برتو علم النبي ما راح يترشح لا لا اعتقد قد شاعت عن علي الخديم رئيس الاصبع الجوي في نادي بان ترشح لهم فيها ولا اكيد انا من راس الشخصيه ما سمعتها منه نقول لك انا عني مجيت للزويرات جبرت الشخصيات مقربه منه قالت لي انه لا هي ترشح ونفس الوقت انت ترجع للاتحاديه وتسول يقول لك ينفوا لك اتحاديه ما قلت لي تسول يعني شخص عادي ينفي لك روايه وانا جبرت الشخصيات مقربه من الرجل قالت عنه لا يترشح للماموريه له الحق هو على كل حال هناك شخصيه خالق رواية الاتحادية عنها حصرت الترشحات بعض الأشخاص بكل لم مات بإمكاني أي رجل أعمال أو رجل سياسي واحد جاء من بديه يجي يقول أنا ترجع للاتحادية خاصة تعود رئيس نادي من الدرجة الأولى ورئيس نادي وتعطي أربع سنوات تسير نادي وتقبل خبرات يعني وتشوف مشاكل كرة القدم ياك تعود تراجع حضرت لم تعود الدولة بإمكانها أن تقول سأرشحه فلان الاتحادية كأنه رشح فلان نائبا أو مديرا لم يعد يمكن الدولة ترشح شخصا للاتحاد الوطني لكرة القدم أصبح مستقلا لو يرشح له رياضيين هم اللي يرشحوا له وهم اللي يساعدوا حد ينجح وضادوا حد ما ينجح ما أعتقد يمكن لقى شخص عنه يترشح قطعا الشيخ القرابي وعزيز بقربال وموسى والخيري وشخصيات كبيرة هذه بإمكانهم أن يترشحوا لكن ما نعرف كم يترشح نقفلوا ملف ترشحات نعود شوي لكسر لكسر والله قول لي لماذا ملعب الإكسار أقدم الملاعب في موريتانيا هو أقدم ملعب في موريتانيا إلى يومنا هذا حاله يرثال على كل حال نحن أنا أبغي نعرف كم بمشي لاهي لاهي أنا لين أقول لك شو قدعوا الزنا وأخبرنا أنا نادي الإكسار ملعب ما هو طبعا قال عنده حق يطالب والله يبذل الجهود كان عندنا عقد مع البلدية السابقة في تسيير ملعب الإكسار نعطينا في الأقدمية العمدة الجديد قال عنه لا هي من لم يعد الملعب صالحا وحسب اخر المعلومات اللي عندي عن البلديه حصلت على تمويل من المجموعه الحضاريه لترميم الملعب الاكسار ووضع وديال ونجيله نجيله خضراء نجيله خضراء هذا انت هذا قد يخلق زاد لا في الاسبوع الماضي اتصل علي احد من اعضاء المكاتب اللي مشرفين اللي داخلين مسنين للفوز باسمه وقال عنهم عن التمويل من المجموعه الحضاريه لملعب الاكسار وكانوا في ملعب الاكسار يعدلوا في زيد دليل اللي قال لزياره الموقع ليش وقطع عنه احصل على تمويل ولا وعد طيب نرجع للدوري شوي الاكسار يعني من خلال تتويجكم السنه الماضيه بكاس رئيس الجمهوريه قعد الرئيس شيخ القرابي انا قاعد وتصريحه موجود عندي والله انا لهم فيه اوكده وقال عنه لا يشارك في البطوله ما شارك كان بيمكننا في برنامجنا ان نشارك كاس الكونفدراليه الافريقيه لكن نتيجة لظروف ما قررنا عدم المشاركة. باليوم قررنا أن نشاركه. تعلم أن مباراة واحدة قد تخسرها وتخرج من الإقصائية قد تكلفك ميزانية الفريق موسما كاملا. حسين وادي بو خسر مباراتين. خسر مباراتين. المباراة الأولى مباراة واحدة ذهب خسر فيها ما يقارب 18 مليون. إيه وقلت لك أنه قد يك. قلت لك عنك ذليت تقول مباراة واحدة في كأس الكونفدرالية الإفريقية ميزانية الدولة ميزانية الفريق موسما كاملا
عندك الخيار اما ان تشارك. هو كان صمعولي علاش يقول عنه لا يشارك؟ كان عنده مكان معولي ماني ملزم بنقول لك ذاك اللي كنا قريع اقول لك كانت عندنا اقتراح ان لا يشاركوا نتيجه ظهورهم من بينها عدم وفاء شبيبه الغابات الجزائريه بالتزاماته باتجاه انتقال لاعب بسام من بيني وبرنو بسام رايتو فوت لا 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 قال 50% قال لك ما 5 ملايين لا 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 لا, لا, لا مالك لا تقول تعرف كم بقى لا نقول لك انا وعن بقيت لنا 50% من صفقه انتقال بسام ورئيس الاتحاد يومين العام اليوم يقدر يقدر يكون مسؤول اليوم في التواضع مع الاتحاد الجزائري من زحل قضيته ايوه طيب نادي تفرق زينه قال مولي رئيس السنه عن منين يقبوا شامبيونات عن مدور الشاركو له الحق في ذلك ما ذاك السنه يقبوا شامبيونات من دركاك انتم منين تقبلوا السنه اللي تشاركوا نبقي نعرف نحن ما قد نقول لك على الشيخ ما هو نفوت نقبضوه ومع قبيضك البطوله والله فوزك بالبطوله تفتح قدامك امور اخرى كانك تعدل عندك الموسم القادم عندك كاس الافريقيا اللي تقرر لك اللي يتعدل ما قد نبرمجها انا ما قد نبرمج سابقي وهو كان يفايز بالبطوله ما قد نبرمجها ونبقي كان تقول المشاهد عميد الكسار عدو دوري انت سنه 2004 2004 اذا مضت قرابه تقريبا 10 سنوات 10 سنوات عن تتويج 2004 فاز بالبطوله وخسر النهائي كاس السنه هذه خسر النهائي اذا ولعب كاس البطوله المغربيه البطوله الافريقيه اللي ديال البطاله لعب ضد الجيش المغربي ليفار وكان الفريق كانت السنه فاز الجيش الملكي ببطل الدوري الافريقي وكان خسر مباراه واحده كانت امام الكسار طيب نتمناو للعميد ونتمناو للكسار السنه تتويج بطوله الدوري اللي غابت عن خزينه 10 سنوات ونتمناو له ايضا الى على كل حال انه يشارك على اقل تمثيل موريتاني على كل حال نحن زين عندنا مثل موريتاني ونختار نعود على الامكانيات اللي تعود الانديه على الامكانيات اللي اي نادي فاز ببطوله يقد يشارك وقطعا الانديه اللي الانديه الافريقيه اللي شاركت في المسابقه قطعا في انديه متمنه الدوري الموريتاني متمنه انديه ضعيفه حتى الدول ضعيفه لما قرنا فريق اف سي نوادي وفريق الاكسار اليوم فريق كونكورد فريق تفرق زينه قطعا هنا انديه عندهم قطعا يقدروا يشاركوا يبقى النتيجه مشاكل ماديه هي اللي تعثر امام النادي قطعا فريق تفرق زينه وفريق اف سي قد عندهم امكانيات اللي يشاركوا بها اف سي تفرق زينه وكلهم قد شارك مره والله انت اف سي نوادي وتفرق زينه أو طيب لا يتعرش شوي عن الدوري وعن شامبيونال شور اليوم الوطني للرياضة فضل أنتم اللي كسر تلعبوا شور زوالات ما تعانوا تلعبوا شور روس وتعانوا في الملعب كيهيدي تعانوا في الملعب سيلي بابي تعانوا في الملعب كيف تعانوا في الملعب لماذا ما تحركوا يوم الأيام وتطلبوا من الدولة والحكومة مشاكل رياضية نحن الأندية نشاركوا وملزمين عنا أي بليد فيها فريق من درجة الأولى عن من نعود عندنا مع مباراة نقصه نحن ما نمسوين على المشاهد الرياضة ولا الاتحادية التالبانة صحيح حنين وفي حال ولا الاتحادية يا خير فهم دور على كل حال الاتحادية اللي هي المسؤولة عن احنا هي المسؤولة بين احنا والدولة وبين السماء قطعا هي همزة تواصل هي تواصل وقطعا احنا حسب القائمين عليها طرحوا مشاكل البنية التحتية زوارات على كل حال لا يتنحل لا ملعب الزوارات ملعب زوارات قاب قوسين ودنا قطعا الدوري الموسم الماضي قد يلعب علينا جيله وملعب في سيدي بابي قطعا ما فيه ملعب وكيهيد ما فيه ملعب وروس تقع لا تتكلم لا عن حالة الملعب ظروف الأمنية ما هي خالقة نحن في أرضية الملعب يدخل لك مشجعين أرضية الملعب أثناء المباراة وأثناء التوقف المباراة في شوط بين الشوطين يدخل واحدين يزرقوك بالحجار فك جوجة تزرقون واحدين بالحجار بعد فوزنا على فريق جوجة صلاح الدين عام الأول يعني لا يوجد أي أمن لا يوجد أمن وقطعا الملاعب ما هي مؤهلة يقال الاتحادية ملزمة والأندية ملزمة عنهم يواصلوا ظرفية إلى أن تتغير مع تجاوب من الحكومة مع تجاوب الحكومة قطعا من اختصاصات الحكومة قطعا قد سمعت عن هناك ملاعب تبتنى في الداخل جميع الولايات وعن البرنامج حتى الحكومة قالت عنها لا تبني مولي ملعب في بل الملعب الأولمبي للسنة ساتقت عليه زين فيك قضية الملاعب وقضية تدعى حد من الدولة طبيعي من الوزارة الوصية الوزارة الوصية الوزارة الوصية احنا قلنا احنا عدو كامل نجيلة وملاعب لنا حديث مع الوزارة إن شاء الله دوروا الانشد واخبارها الوزاره دنعتوا لها وتشوفوا ولا هي ما يقابل قبال تجي باطن باب الحق على اي حال اعطيني كلمه اخيره عندك 30 ثانيه كلمه اخيره والله دقيقه زايده كان اعطيك بوليس ورا لك ان شاء الله لانه عطلك لغايه الاسبوع ونختم على كل حال الكلمه موجهه للاعبين ومشجعي الاكسار والقائمين على الاكسار لان الاكسار الحمد لله اليوم في احسن حالاته ولاعبيه معنوياته مرتفعه وهدفهم الفوز بالبطوله الكاس ان شاء الله ودوره عدلوا ان شاء الله
ويقلبوا تفرغ زين. على كل حال لا انت قلت ويقلبوا تفرغ زين، ويقلبوا قاع في سين وادي، ويقلبوا كونكورد الارينا. سين وادي ولا زين عندنا معاهم مباراه لعلمك مباراه الاخير تكون من وادي. يا في سين وادي. يا خير في سين وادي. شو على كل حال نحن العام بتنفذنا عليه في سين وادي وفزنا على كونكورد ونطلب عن فوز تفرغ زين. صلت. انا قلت لي انك لا تغلب تفرغ زين ما هو في البرنامج. ما تتراجعت عن انا اللي غلبت تفرغ زين. لا خليك انا اللي اقول لك مثلا اقول لك اي لاعب اي فريق جبرنا هدفنا وقاعد عليهم يفوزوا عليه. اذا استمعت هذا الحظ وبدنيك مره اخرى رواية اخرى غالبا احنا جايين مصممين على الفوز على جميع الانديه بما فيها تفرغ زين. اذا عاد ماشي انا عندك ايوه تقول الناس ذات عندك مشجع تفرغ زين الكبار. انا اللي اقوله هم اللي يقولون وانا راني من فيها بعدين. ما قالوا نفسنا احنا اللي صار قايلين. شو هذا لو حال شامبيون؟ لا حق هذا نادي الاهلي تسميه يقول لك ما سميته لا تسميه يقول لك معذوك ولا لك معذوك. على الحال شاكر هناك ميي كنت ضيفا عزيزا على برنامج مرابطون وفوت افدتنا كثيرا بعض المعلومات شكرا لك. لين عملت لك ذلك لقب في الاسبوع عباره عن تعرف من السباقات التخليق يعني سباقات تخليق في الملعب الاولمبي تنظم سنويا تنظم حتى من كل شهر حتى اليوم الوطني الاخير للتخليد اليوم الوطني للرياضه. هذه السباقات تشهد العديد يعني لا امن قال عنه في السباق الاخير شو قلت الامن لا حسب اللي يسمعك الصوره تحكي حتى الوضعيه اللي نشاهد لقطه فصل تعليقك 10 ثواني قد تتغير الظروف وعندنا ملاعب وعندنا من وتخذ نرجو ذلك نرجو ذلك ان تتغير الظروف وتكون لكم مشاهد رياضيه وسباقات وماراثونات على طريقه الماراثونات العالميه. هذه تحياتي للاسبوع القادم ان شاء الله في امان الله.